السلام عليكم ورحمة الله، هذا عمود أول مسلم هنا. أولا شكرا خاص الأخ ياسين اللي طور الفكرة ديال بارتاج تال ليزانفورماسيون كيفية ربح المال من الإنترنت عبر المدونة ديالو. نجي معنا اليوم سنتعرف على أول كور ليا ولا أول فيديو على البروبوكس، ولكن ماشي كيف ما عارفين، ماشي التسجيل في البروبوكس ولا كيف تربح المال منه، ولكن the term of service، يعني الشروط التي يجب على أي واحد يأخذ ما يعتبر قبل ما يبدأ العمل في البروبوكس. وكهدية مني غادي نعطيكم واحد السكريبت اللي غادي اوبتيميزي لكم وغادي يسهل عليكم الاموريه. فليك ليك اولا على بعض الكلام، ندخلو للبروبوكس. اولا نمشيو هنا تيرم اوف سيرفيس، تلاحظوا هاد الباج هادي تيرم اوف سيرفيس اللي فيها عدة شروط، هي يعني على كل كليون ولا كل يوزر خاصو ياخد هدا بعين الاعتبار، بحيث يقدر كما قال واحد الصديق انه تكونكتا من بي سي و دار دو كونت في البرو بوكس، و هادشي هما ديتكتيو في الاخر فاش بغا يصيفط فلوسو ل باي بال. يعني هدا بحال هاد لي زيرو تاع خدمة شهر تتمشي في اقل من دقيقة. يعني اولا هاد تيرم اوف سيرفيس خاصكم كاملين تقراوهم وتعرفوا كل حاجة، ولكن انا غادي نقول عليه المهمين. بحال مثلا هاد لادريس اي بي، قالك عندك الحق تستعمل ادريس اي بي وحدة كل 24 ساعة، اللي هي باش غادي تكليكي نتاعي، يعني 24 ساعة غادي تكون عندك ادريس اي بي وحدة اللي غادي تخدم بيها في الكليك ولا في الفيو تاع ادفرتايزمنت. ما هو الشرط؟ راه باين. وهاد كاينين دي شروط اخرين اللي تيحرمو عليك، بحال مثلا تستعمل بروكسي ولا تكونيكتا من اللان ولا من لي سيبر كافي اللي تيديكتيفهم دغيا. بحال هدا خاص الانسان ياخد ما يستعملش لي بروكسي، حيت اغلبية الناس تستعملو لي بروكسي في الاخر ما تيجي ترانسفير الفلوس ديالهم بروكسي ديتكتي بلي راه كانوا مكونكتين من ان بروكسي ولا من ان شير نتورك انفايرمنت اللي تي ديزاكتيفي ليك الكونت ديالك، او ما تخليش لي بيمون اللي ربحتي مثلا 20 دولار ما تمشيش ليك. كاين هاد القانون تاع لي ريفيرز، ريفيرز هو المهم، هو في كل في 14 دايز تيكون عندك ريفيلر، الى ما كليكاش تيتوقع لي رونوفلومون اوتوماتيكمون من بروبوكس. وان تيقول لك هنا لي فخي اللي تتربح، يعني لي دولارز تتربح معاهم اون طونك شريتي واحد ريفيلر، إذا كان ستاندار تتربح من 0.02 حتى 0.5، هاي ستاندار. إذا كانت عند أكونت ستاندار أو كونت ستاندار كان جولدن تتربح 0.4، التيميت. يعني هاد الشروط تنصح كل عضو هنا في المدونة ولا في أي سيت تستعمل، أي واحد تستعمل بروبوكس خصو يقرا هاد الشروط، او اي بيستعمل اي سيس في ربح ديال المال خصو يقرا هاد الشروط ويعرف هاد الشروط. علاش؟ باش ما يبقاش يطيح في هذاك الافخاخ ديال انك تمشي لك تسحب لك العضويه ديالك ولا خدمه شهر او شهرين تمشي لك هكاك. يعني خصنا نردو البال هادشي. غادي نجي دابا للسكريبت اللي قلت لكم. اولا غادي نمشيو ريسيرش في جوجل ونديرو جريس مونكي، هتكتبوها في جوجل في ريسيرش، غادي يطلع لكم
لو سيت، لو سيت غنديرو في الديسكريبسيون تاع تاع الفيديو، وغادي نديرو في باش نبارطاجي، ندير هذوك لي سيت اللي خدمت بيهم. اول خصكم تيليشارجيو، تيليشارجيو بحال هكا، ديرو اد تو فايرفوكس، تيليشارجمون غادي تبدا. انا ديجا كنت مانستاليهو، دير انستال مانتونو، وغادي فاش دير انستال مانتونو غادي يقول لك ريديماري فايرفوكس، خليها ريديماري. من بعد ما كتسالي هادشي تغير في ما كملش تاع ان مينوت، نجيو هاد سيت سميتو يوزر سكريبت بون اورغ، نجيو هنا لغوشاش ونديرو فايرفوكس، وغادي نحط اللين ديريكتومون تاع السكريبت. التقييم ديال ديال السكريبت تعتبر على حسب النجوم ولا لي ريفيوز. مثلا انا اختاريت هذا، هذا بان لي احسن حسب التجربه ديالو، جربته وخدام به. هادشي هنايا هاو التيمات اوتو كليكر، قلت لكم اللي هو تيسهل الماموريه، بس انا ما بقى نكليك ونضيع ساعه ساعه ونص في اللي كليك. غادي نلونسي جوستمون لو سكريبت ونمشي نقرا ولا ندير شي ريشيرش. المهم ديفلوبر راسي في هذيك ساعه ونص اللي عطات عليا من الوقت ديالي، غندير انستال. يعني تيقول لك اوتو كليكر تاع السكريبت ديالي سيكزيكيوت سيغ بزاف، كاين اد باي ادفرتايزمنت بروغريد. ومتين جيت ندير انستالي باش نشوفو الكود، نشوفو هو الكود تاع جافا سكريبت كريس مانكي، هو سي سي ان تي سي تي لاز تاع كريس مانكي. ندير انستال سكريبت، ندير انستال اب بوكس داتا، انستال افيك سوكسي اوكي. هنا انا عندي كريس مانكي اكتيفي، عندي ديزاكتيفيتو، غنمشي لي سيت تاع بروبوكس، نمشي ماي اكونت، نشوف انا عندي فيو ادز، عندي تخوا، عن اكتيفي قبل ما نكليكي عليها، عن اكتيفي ونكليكي على فيو ادز، هتشوف لا ماجي ديالها ديال هاد السكريبت، بدي سهل عليك الأمورية بعد زعما خطيرة، ما مشو هاد هادو تيطلعو بوحدهم تاع لي كليك، تكليكا اوتوماتيكمون. هاو تيقول لك كليكين وان سيغ تري لاودين، يعني لي كليك تيدوزو بوحدهم عشتهم فاليديت، تدير لاودين اوتوماتيكمون، يعني تيسالي هو داكشي راسو اوتوماتيكمون، يعني بلا ما تبقى تكليكي وتضيع الوقت فيه باش تكليكي تتسالي تدير دان. يعني هذا تنبين لكم حتى الكاسيتي تاع السكريبت. يعني هذا مكان نتمنى كل فيديو يعجبكم استفدتوا منه. شكر خاص للمدونة ديمانة وكل الأعضاء ديال المدونة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.